النساء والرجال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجمع العام للحسنية الأدبية لموسم 2023-2024، ولهذا تم تشكيل عدد من اللجان للاهتمام والانتباه على بعض جوانب التسيير، كل حسب اختصاصاته، لتطوير عمل النادي والرقي به على مستوى التدبير الإداري من جهة، وعلى مستوى تطبيق قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمستوى الاحترافية من جهة أخرى. الإصرار ديالو الجامعة فوقته، الإصرار ديال التواصل التمويلي واللي فعلا داروا مع طلبة الخارجين أكثر من مرة، والإصرار على أنه يمشيو واخا كاين الصعاب يمشيو فيها. كنتمنى هذه المرحلة هذه إن شاء الله نتجاوزوها. هذه الوثيقة اللي كانت تسموها الدكتور الأدبي، هذه كتولي وثيقة رسمية، فاش كنصدقوا عليها هنا كتولي وثيقة رسمية. كنطلب باش يتحذف منها كلمة ممثل قطاع الرياضة، ما بقاش قطاع الرياضة، قطاع الرياضة كان في الحكومة ديال التنوع. اللي موجودة في أنحاء العالم، خاصة منهم لي زيلتراس والجمهور الوفي اللي كيشجع سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. إذا كيف ما شفتوا الجمع العام العادي ديالنا لموسم 2023-2024 بطريقة باش داز، الحمد لله، هذا كيشرف نادي حسنية أكادير وجميع مكونات حسنية أكادير، والحمد لله أنه كنشكروا الناس السادة المنخرطين، بالرغم أن هذا الشهر هذا كنعرفوه شهر ديال العطل، وضحاوا بالوقت ديالهم وخلاو الأعمال ديالهم وجاو باش يساهموا في الجمع العام العادي لموسم 23-24. كما أننا كنشكروا جميع الحضور اللي كان قام بما فيه ممثل الجامعة العصبة الاحترافية الوطنية وممثل العصبة الجهوية، كما أننا كنشكروا رجال الإعلام اللي حضروا بكثافة والتغطية ديال هذا الحدث، وهذا كان فيهم معتاد لأن اعتدينا منهم، احنا معتادين بانه كيحضروا بكثافه. اذا الجمع العام كما شفتوه كان فيه التقرير المالي والادبي، والحمد لله اول مره الجمعيه كتحقق واحد النتيجه ايجابيه اللي هي 9 ملايين ديال الدرهم في هذا الموسم هذا، واللي هذا اذا كيبين على شي حاجه بانه الحسنيه الحمد لله ما غاديش نخافوا عليها مستقبلا. بطبيعه الحال هي في طور البناء، اذا خصنا نصبروا وشويه ديال الصبر وتكون الجهود متضافرة وتكون متكاملة إن شاء الله من جميع الأطراف. كما أننا شفتوا بأنه كان واحد اللائحة ديال المنخرطين اللي في السابق كانوا كيقولوا بأنه راه الناس سدوا، يعني كنشوفوا بأنه راه المنخرط ما كاينش المكانة ديالو. اليوم كيتضح لنا بأنه ولله الحمد أنه السادة المنخرطين كيصدقوا على واحد اللائحة بعد ما صدق عليها المكتب المديري، وهما كيصدقوا على 94 منخرط جديد اللي فيه ناس وازنين وعندهم واحد الوزن ثقيل، وهذا كيشرف الحسنيه ديال اكادير. وكما انه كنشيروا في هذه النقطه هذه بانه كاينه لائحه اخرى ان شاء الله اللي غادي ندرسوها وغادي يصدق عليها المكتب المدير، وغادي تعرض على الجمع العام ديال المنخرطين للمصادقه عليها. وفي المستقبل ديالنا ولله الحمد انه كاين بوادر ديال الخير اللي غادي اللي من خلالها انه الحسنية أكادير غادي تعرف واحد النوعية، واحد يعني ايجابية للرقي، وباش ترجع ديك المكانة اللي كانت فيها، وربما تكون احسن ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف ما شفتوا اليوم كان انعقاد ديال الجمع العام العادي للنادي حسنية أكادير، يعني الجمع العام برسم الموسم الرياضي 2023-2024 عفوا. الحمد لله الاخوان المنخرطين يعني كانوا واعيين وعارفين يعني الاهميه ديال الحضور ديالهم، وعارفين يعني الاهميه ديال الدور ديالهم في المناقشه ديال النقاط اللي كاينه في جدول الاعمال ديال الجمع العام. يعني بصفه عامه الجمع العام داز في اجواء اللي هي يعني كما تنقولوا اخويه، حكم العلاقه اللي بيننا حنا كمكتب ومنخرطين، وحنا تنحسبوا كنا منخرطين. الحمد لله كانت النقطه الفريده يعني المميزه في هذا الجمع هذا هي نقطه ديال المصادقه على لائحه ديال المنخرطين جدد بنادي حسنيه اكادير. يعني كانت واحد اللائحه اللي تضم يعني 94 منخرط جديد بنادي حسنيه اكادير. حنا بدورنا كمكتب يعني خدينا طلبات ديال الترشيح ديال الانخراط ديال هذه المجموعه هذه. من بعد المصادقه عليها في اجتماع ديال المكتب المديري ترفعت الجمع العام المصادقه عليها، فكيف ما شفتوا كانت المصادقه يعني بالاجماع على هذه اللائحه هذه.
لائحه اللي تضم يعني اسماء رجالات المدينه واسماء وازنه، وحنا كحسنيه اكادير لنا الشرف ان نضموا يعني يكونوا اسماء وازنه بحال هذا الشكل هذا يعني بالنادي، ونتمنوا ان شاء الله يعني منهم يعني تقديم الاضافه، وان شاء الله حنا مرحب بهم. وكما قلت لكم فشرف كبير لنا ان يكون عندنا اسماء بحال هذه في مؤسسه المنخرط ديالنا اللي حسنيه اكادير. شكرا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.